رمضان لسه يعني في بيوتنا ولسه في حياتنا ولسه بنتابع طبعا يعني ما تقدمه الدراما على شاشة رمضان. مواهب كتيرة الحقيقة موجودة في رمضان بتطل علينا كل يوم مشاهد مختلفة. يعني أنا سعيدة إنه رمضان بيبقى هو المهرجان الفني اللي بتقدر كمان المواهب الجديدة إنها تظهر من خلاله، بيبقى عندهم فرصة في المشاهد وفي الأعمال. فنانة ملك زاهر وملك الحقيقة أثبتت وجودها جدا في مسلسل محارب، وطبعا ده مش غريب عليها، يعني بنت فنان كبير وبيت فني كبير، وطبعا الإخوة كلهم الحقيقة بيشتغلوا في مجال الفن، وكفاية بس إن يبقى الأب الفنان الكبير أحمد زاهر وأكيد بيتابعوه، وهي نفسها فنانة من وهي صغيرة. احنا فاكرين كويس قوي فيلم طبعا عمر وسلمى، وعارفين إن هي بادئين من وهم صغيرين جدا. خليني أروح لملك زاهر الفنانة. مساء الخير يا ملك. مساء النور يا أستاذة، أولا بشكرك على المقدمة الجميلة، ثانيا كل سنة وانتم طيبين، يا رب كل المشاهدين يكونوا كويسين وكله زي الفل، رمضان كريم. طب بقول لك ايه يا ملك، انت كده بقى يعني بتنافسي كمان يعني بشكل كبير، يعني بتنافسي اختك كمان، يعني انتوا الاثنين بتتنافسوا بشكل كبير كده، يعني كلميني الاوضاع عامله ايه في البيت؟ يعني هي مش منافسة، احنا بنفرح لبعض، و دايما لما كل حد فينا بيجي له شغل بنقعد مع بعض نقرا سوا وندي ارائنا لبعض وكده، فاحنا كلنا بنكون كاننا كلنا بعملين كل عمل لوحده فينا كان كلنا عاملينه، فاهمه قصدي؟ طبعا. قولي لي بقى، ملامح الشر دي جبتيها منين؟ يعني خدتيها منين؟ يعني هل مثلا متابعتك للفنان احمد زاهر في حاجات كتير، في اعمال اللي بيبقى فيها اكشن وشر، ولا دي بقى يعني ده مجهودك انت الشخصي؟ والله بصي، هو اكيد انا يعني وجودي في بيت زي البيت اللي انا عايشه فيه دلوقتي، بيت فني، بابي طبعا ومامتي اكتن كوتش واخواتي ممثلين كمان، ده اكيد مؤثر، وانا صغيره وانا في اللوكيشن يعني مولوده في لوكيشن زي ما بيقولوا طبعا. بس طبعا يعني انا يعني اشتغلت كتير قوي على الشخصيه، وقعدت ذاكرت كتير قوي عشان اعرف اخلي الناس بجد يعني تتضايق من رندا وتستفز منها، لان انا شخصيتي الحقيقيه مش كده خالص. ايوه طبعا، يعني وفكره كمان هي اقرب ليكي، لان فكره طبعا الناس اللي بتقدم محتوى على السوشيال ميديا والناس اللي هي بقت يعني بقى بالنسبه لها عباره عن يعني هوس اكتر منه يعني حاجه حلوه بيعملوها يعني. مظبوط. طيب قولي لي الاجواء في المسلسل اخبارها ايه؟ هديت الحاله واسمك اتكتب كويس، وفنان حسن الرداد قال اسمك، وكله كنتوا عاملين اجواء قبل رمضان جامده على السوشيال ميديا. احنا قلنا نهزر كده، هو استاذ بشير عمل فيديو كده لذيذ مع استاذ حسن وقال له قول اسماء الكاست في 20 ثانيه وبتاع، هو طبعا ملحقش يقول اسماءنا، فاحنا قررنا ناخد الحوار ده نعمله هزار، وبعدين طبعا طلب من استاذ احمد زاهر نفس الحاجه، فنفس ما برضه غلط، فقلنا تعملوها هزار كلها يعني. بالظبط، والحمد لله الناس اتبسطت يعني. طب قولي لي بقى، لما المسلسل بدا مين بقى اللي بيتابعك؟ مين اللي بيقول لك بابا ماما؟ ولا بتخافي ما بتحبيش بقى، بتبقي قلقانه هيقولوا ايه؟ يعني اكيد دول اول ناس بتبقي عايز تعرفي انطباعهم ورايهم. طبعا انا اصلا قبل اي حاجه ليا ببقى قلقانه ومتوتره جدا، ما بتفرجش على نفسي خالص طول ما انا بصور. اول ما بيتعرض ببتدي بنقعد كلنا الحقيقه، لكل مسلسل لحد فينا بنقعد كلنا نتفرج ونقول ارائنا لبعض وكده، ببقى مستنيه رايهم طبعا اول ناس، وهم الحقيقي يعني احلى حاجه فيهم ان هم اكتر من هم مشجعين، هم اكتر ناس بينقدوا، فعشان يبقوا بيقولوا لي يعني الكلام الحقيقي 100% ما بيبقاش مجامله. انا طبعا بستنى رايهم اول ناس، الحمد لله هم مبسوطين بيا قوي السنه دي الحمد لله. انا عارفه نفسي اجيب كرسي كده واقعد عندكم في البيت واشوف مين بقى نازل اوردر، مين عنده توضيب، مين مش لاحق يعمل ايه، يعني اكيد المنطقه دي رايح جاي فيها ناس كتير عندهم شغل. صعب يعني، مامي بتقول لي دايما احنا البيت هيمشي بينا، احنا كل شويه حد خارج حد داخل حد بيصور حد راجع وحد مستعجل وحد مش لاحق وحد بيدور على حاجته. انا بالظبط، احنا رمضان ده ما شفناش بعض يعتبر، يعني كلنا لسه بنصور. أيوة. انا وليلى انا ومنى وفافي لسه بنصور، فيعني ما بنشوفش بعض يعتبر. أكيد. أنا بتمنى لك التوفيق يا ملك، وإن شاء الله نشوفك دايما ونشوفكم في أعمال حلوة، ونشوفكم كمان مع بعض، يعني عارفة زي أفلام القديمة بتاعت زمان، السبع بنات والحاجات دي، ممكن جدا تعملوا حاجات مع بعض يعني.
اتمنى. شكرا لذوق حضرتك والله، وميرسي على الاستضافه والمداخله اللذيذه دي، انا بشكرك جدا. يلا الى الامام دايما، وتحياتنا لعائله زاهر كلها. اشكرك شكرا جزيلا يا ملك.